صباحكم زملائي في الاستوديو، يسعد صباح جميع مشاهدينا. اليوم احنا في قرية إرطاس لتغطية مهرجان الخس 26. هذا المهرجان الذي نظم من خلال العديد من المؤسسات الفلسطينية، ولكن طبعا تم إيقافه لمدة عامين بفعل جائحة كورونا، والآن تم استئناف هذه الفعاليات من جديد. لتفاصيل أكثر تابعوا فقرتنا. إلين قريطم من بيت لحم، عضوة في هيئة في مؤسسة التعليمية العربية اللي، ونحن فرقة الصمود التلحمية، بنطلع بنحيي حفلات، يعني بنغني أغاني شعبية، أغاني دينية في الأعياد، في رمضان، في الكريسماس، في جميع المناسبات، يعني بنطلع بنغني، يعني وين بطلبونا بنطلع بنغني. ونحن اليوم جايين نحتفل مع أهل إرطاس بمهرجان الخس اللي هو بيعملوه كل سنة، يعني إحنا مش أول مرة، مش أول مرة نحن يعني نحتفل في هذا المهرجان. كل سنة ببعتوا ورانا، الكورونا شوي عطلت علينا سنتين، السنة إن شاء الله كل شيء بيمشي تمام، ومنشارك فيه بأغاني وطنية، أغاني للأرض، أغاني للوطن، يعني أغاني للسهول والجبال اللي بتحيط في هذه القرية الجميلة، ومنغني كمان للدير اللي متربع في وسط هذه القرية، يعني وبيجوا يعني ناس من برا يعني بيحتفلوا معنا، كتير حلو يعني. وإحنا يعني منشجع هذه، لأنه الناس تيجي وتشوف يعني شو اللي بصير عنا يعني. في قرية إرطاس نشتم عبق التاريخ ونجول في تاريخ الحضارات وأصل الحضارات في هذه البلاد المقدسة، وهذه القرية التي تتكئ على مخزون من المياه العذبة وعلى أراضي زراعية خضراء، وخاصة موسم الخس الذي دعينا إليه اليوم. وهذه مناسبة سنوية تحتفي القرية بهذا المنتج الذي يكاد يكون من أجمل المنتجات في هذه المنطقة في قرية إرطاس، بالنظر لما لها من ميزة خاصة بالمياه العذبة. نشكر المنظمين والقائمين على تنظيم هذا الاحتفال اليوم، ونرجو أن تتكرر مثل هذه الاحتفالات لكي نحتفي بالزراعة وبكل ما هو مشرق وكل ما هو يقدم صورة طيبة وجميلة عن أدائنا وعن زراعتنا وعن تراثنا. والجولة في التراث وفي الممرات وفي الأراضي الزراعية تكشف عن عمق وأصالة للمنظمين لهذا المهرجان وللقائمين عليه وللسكان والمزارعين الذين يبذلون جهدا كبيرا في أراضيهم الزراعية لكي تظل خضراء خصبة يانعة. يعني هذا المهرجان السنوي هذا العام مميز، واضح بالحضور وأيضا بالتمثيل من الإخوة الوزراء أو القناصل والأجانب والمؤسسات، وحتى أيضا البرنامج يعني بالفعل المفهم بالتراث والتاريخ
والفلكلور الفلسطيني والفن. لذلك قرطاس هي من أقدم القرى الفلسطينية بعد ريحة، وهي تاريخها عريق وطويل، ومر من هذه المنطقة العديد من الحضارات والوفود وأيضا المؤرخين التاريخيين. لذلك نحن نركز اليوم في قرطاس على ضرورة الانتباه لحماية هذه المنطقة وحماية الموروث التاريخي هنا، وتسجيل هذه المنطقة ضمن اليونسكو لحمايتها، وخاصة من اعتداءات المستوطنين الملاصقين لهذه المنطقة والذين يهددون برك سليمان ويهددون قرطاس ويهددون هذا الموروث التاريخي الفلسطيني العريق. أنا ميرفت بصول من الريني معز الدين، أنا مرشدة سياحية وعندي صفحة تراث وتاريخ فلسطيني اللي هي صفحة مسارات ودروب بيسان. أنا اليوم جاي أزور المنطقة هون مع مجموعتي خضرة يا بلادي خضرة، مع إنباس الخطيب اللي إحنا مجموعة نسائية باحثة عن التراث وعن التاريخ، ومحلاتنا دائما اللي بحب نزورها بس هي اللي بتوثقنا في تاريخ فلسطين الحقيقي وتاريخ فلسطين تزوير. وإحنا طبعا دائما نبحث عن الرسالة الواضحة ضد طمس هويتنا كفلسطينيين وجودنا، من تغيير المسميات، من تغيير التاريخ، من البحث عن كل شيء يسلخنا عن واقعنا وعن تاريخ الفلسطيني. وإحنا ضد هذا الإشي طبعا، إحنا معك قلبا وقالبا، إحنا الجزء الآخر من البرتقالة زي ما أنتوا الجزء الآخر من البرتقالة، نحن شق واحد، لسنا عرب الضفة ولست عرب الضفة ولسنا عرب الشمانات، بل نحن أبناء فلسطين التاريخية، فلسطين أم البدايات وأم النهايات، فلسطين الحضارة، فلسطين بكنيسة القيامة بالمسجد الأقصى بشيبها وشبانها ونسائها. تحية مني كمان في شهر المرأة لكل نساء فلسطين الماجدات، ماجدات فلسطين، يربينا الأبطال، يربينا الاستشهاديين والفدائيين والأبطال الجبارين. تحية لكل النساء في فلسطين، يعطيكم ألف عافية، كان إلنا شرف إنه نرافقكم اليوم ونحتفل فيكم بهذا اليوم المميز.